فيلم The Secret Garden تبدأ قصة الفيلم ويا بنية صغيرة اسمها ماري، وبأحد الأيام تصحى ماري من النوم وهي تكون لوحدها بالقصر، فتروح وتبقى تدور على أهلها وتريد تعرف سبب اختفائهم المفاجئ. وفجأة بقت الأسئلة تدور ببالها بدون أي جواب، وتمر الأيام وماري عايشة لوحدها، ولأنه هي صغيرة بقت على ملابسها اللي توسخت مرور الأيام. وماري كانت ما تعرف شيء من الطبخ، فبقت تأكل من بواقي الأكل اللي موجودة بسفرة المطبخ، وبقت على هذا الحال لعدة أيام. وفجأة يلقاها جندي على اثر التفتيشات المستمره لبيوت الناس، ونعرف انه اهلها توفوا نتيجه مرض الكوليرا اللي كان منتشر بذاك الوقت. فالجندي ياخذها لعمها كيرفن، ونعرف انه ابوها وعمها متزوجين خوات، لذلك ابوها وامها وخالتها توفوا نتيجه هذا المرض. وهسه نشوف ماري وهي دخلت القصر عمها ويكون شبه مهجور ومرعب، فالعاملات يساعدنها ويوصلنها لغرفتها. ومن ضمن الشروط اللي يشرطها عمها بالقصر انه تبقى بغرفتها وما تتطفل او تندفع للفضول، ولازم هي ما تلعب بارجاء القصر لانه اللعب هنا ممنوع، وتحركها بالقصر يكون على اماكن مقتصره مثل غرفتها والحمام وحديقه المنزل الخارجيه. بعدها تجي الخدامه مارثا وتقدم لماري الفطور، لكن ماري تستغرب من الاكل مالتهم لانه هي ما متعوده على هيك نوعيه من الاكل، وكانت دائما تاكل الاكل الممتاز. ولانه السيد كيرفن هو حاليا داخل بنوبه اكتئاب، فهو ما يهم الطعام وهو ما منطي تعليمات تخص الاكل، فماري تبدا ترفض الطعام وتطلب من مارثا بانه هي من تلبسها ملابسها لانه ما راح اعتادت على هذا النمط يممها. بس مارثا تبدا ضوج من عندها ومن تدللها الزايد، او قالت لها هذا الشيء مو دوري ولا من ضمن عملي، والافضل انه تعتمدين على نفسك بكل شيء. وتكون ماري ما متاقلمه ويا الوضع الجديد، فنزلت من غرفتها وراحت افترت بالقصر. وفجاه تسمع صوت عمها وهو يصيح على رئيسه الخدم او يامرها انه تتخلص من ممتلكات زوجته بعد وفاتها، لانه هذا الشيء ده ياثر عليها ويذكرها بيها، وهو ده يكون عسير التعامل ويا الناس. بعدها تروح ماري لحديقه القصر وتشوف الحديقه كبيره كلش، وهي تفرح وتبدا تلعب لوحدها. وهنا تسمع صوت شخص يصفر على الطيور، فتروح باتجاه الصوت لكن ما تشوف اي شخص. بعدها قررت انه تبقى قاعده على الصخور على مود تتناول وجبتها اللي حضرتها الها مارثا، لكن تبدا ماري تشوف لحم شكله غريب وهي ما ماكلته سابقا، لذلك تشمر اللحم وتبقى الخبز وتاكله. وبعد شوي يظهر كلب من وسط الشجر وياكل اللحم اللي رمته ماري، ويكون ردة فعل ماري هو الخوف من الكلب، وتبدا تصرخ عليه او تامره انه يبتعد، فالكلب يخاف ويهرب من عندها. وبعدها تكمل اكلها وتغادر الحديقه، وفجاه تشوف انه الكلب بدا يحبها ويلحقها لانه هي انطت الاكل بدون قصد. وايضا ماري بدات تحبها وكانت مقرره انه تاخذها وياها للقصر، لكن رئيسه الخدم منعتها وقالت لها ممنوع دخول الكلاب. فماري تضوج وتصعد لغرفتها على مود تنام. وباليوم التالي من تصحى من النوم تشوف مارثا وتقول لها اني اسمع اصوات بالليل ومعقوله اكو ارواح هنا. فمارثا تنزعج من تدلل ماري الزايد، ونعرف انه هي ما تحبها، فتقول لها من تنامي نتغطي زين وانت ما راح تسمعين اي صوت. بعدها ماري كانت تريد تروح للحديقه، لكن قبلها تروح المطبخ القصر وتطلب من عندهم نفس طعام البارحة، وبالفعل يسوي لها الطعام اللي تريده وتاخذه وتروح لحديقة القصر. او ايضا ترمي اللحم بالارض او يجي الكلب وياكله، وتبدا ماري تلعب وياه وتتقرب من عنده. واثناء لعبهم الكلب يبدا يأشر لماري ويطلب من عندها انه تلحقه، وبالفعل تروح ورا. وفجأة تشوف الكلب وهو واقف يم السور، لكن رئيسة الخدم تصيح لها على ما ترجع للقصر لانه انتهى وقت التنزه. وبالفعل ترجع ماري للقصر، ولما يصير الليل وترجع ماري تسمع اصوات ناس تصرخ، فتقرر هاي المرة تتبع مصدر الصوت. وفجأة تشخص الصوت أكثر وتعرف أنه هذا صوت ولد، فتروح باتجاهه وتشوف ولد ويكون هذا ابن عمها، لكن هي ما تعرف عنه أي شيء وأول مرة تشوفه، وتقول له أني عبال القصر مسكون. وتبدأ ماري تحكي له وتقول له أنه أهلها ميتين، فهي تكذب عليها وتريد تخوفه وتقول له أني قتلت أمي. وبعدها تعوفه وتروح تنام. وماري تحلم بأنه أبوها طلع لها من الفراش، وبعدها تحلم بأنه أمها تصيح لها. ولما تقعد من النوم تطلع مارثا وهي كل شيء شافته من أبوها وأمها كان مجرد حلم، وتبدأ مارثا بتحضير فطورها وتغيير ملابسها. وبهاي الأثناء تجي رئيسة الخدم وتبدأ تحكي على مارثا لأن هي تأخرت بعملها، لكن ماري تتدخل وتدافع عن مارثا. وبهذا الموقف مارثا تغير مشاعرها تجاه ماري وتبدأ تحبها وتتقبلها. ورئيسة الخدم تأخذ ماري وتنزل لعمها كيرفن، وعمها من يشوفها ينتبه بأنه ماري ما تشبه أمها وخالتها، وشكلها ما يذكره بزوجته لأن هو داخل بحالة الاكتئاب من بعد وفاة زوجته. وبدأ يحكي ويا ماري وقال لها ابقي هيجي ولا تسببين أي إزعاج، وإذا زعجتيني فأنا راح أوديك المدرسة داخلية. وبعدها ينتهي لقاء ماري ويا عمها، فهي تروح لحديقة القصر على مود تلعب ويا صديقها الكلب، ونشوفها وهي تبدأ تطارد الكلب، والاثنين كانوا مستمتعين بهذا الشيء، لكن للأسف الكلب يصاب بمصيدة للحيوانات، وماري تحاول تحرره من المصيدة، وبالفعل تنجح بمساعدته، لكن الكلب رجله تتأذى هواية، وهو بدأ يركض باتجاه السور، فماري تلحقه على مود تطمن عليه، ومن يجي يم السور إجاها فضول بأنه تشوف شنو هناك، فتتسلق الشجرة.
لكن للأسف توقع من عدها وتبدأ تتدحرج، والحسن الحظ طلعت سليمة بدون أي أذى. بعدها بدأت تدور على طريق ثاني بديل لتسلق الشجرة، فتقرر تسبح بالبحيرة على متوصل المكان ما بعد السور، وبالفعل تنجح وتشوف الكلب، بس هي تتفاجأ من المكان وجماله وكأنه هي بحديقة سحرية. وبهاي الأثناء تشوف عصفور صغير وشكله غريب، وماري لما بدأت تتقرب له العصفور يختفي بداخل الشجرة، فهنا هي بدأت تحاول إنه تطلع، لكن يطلع لها مفتاح من داخل الشجرة، وبدأت غرائب هاي الغابة تزداد أكثر وأكثر. وبهاي اللحظة ماري تأخذ المفتاح، لكن فجأة تسمع صوت الخدم يصيحولها، وهي تعتذر من الكلب لأنه ما قدرت تعالج رجله، وتنطيه وعد إنه راح تجي باكر وتساعده. فبدأت تغادر الغابة على مترجع للقصر، بس يصير شيء غريب وياها، وهو لما ماري تسلقت الشجرة نجحت بهذا الشيء، لأنه كانت ماري حاملة مفتاح الغابة، والشجرة بدأت تحني أغصانها وتساعد ماري بالوصول. ومن يجي الليل تسمع صوت رئيسة الخدم وهي تحكي ويا كولن ابن عم ماري، وتحاول تخليه يشرب العلاج الخاص بي، لكن كولن كان يرفض لأن هو كان يريد يموت ورا أمه. وماري تختل لحد ما تروح رئيسة الخدم، فتدخل الغرفة كولن ويأخذها الفضول أن تجرب الكرسي المتحرك، لأنه كولن يستخدم هذا الكرسي، ونعرف أنه كولن مقعد. فهنا ماري تسأل عن مرضه، وكولن يقول لها أني أحتضر، وتقول له أنت ليش ما تجرب تطلع خارج الحديقة؟ فيقول لها أني بيا مرض، ومن أطلع أختنق من رائحة الورود وممكن أموت. بعدها يطلب من عندها أنه تغادر الغرفة وتعوفه، وأثناء مغادرتها للغرفة كولن يغير رأيه ويقول لها تعالي اقري لي قصة قبل النوم، أو لأنه كانت القصص من هوايتها فرحت وبدت تقرأ له من كتابها الخاص بالقصص. وبعد ما كولن نام بدت ماري تتجول بداخل القصر، فشافت الغرفة السرية وأخذها الفضول أنه تدخل داخل الغرفة. وبالفعل بعد ما دخلت لها شافت مجوهرات وملابس خالتها وأمها، وأيضا شافت كل صورهم. بس فجأة تسمع صوت أقدام شخص جاي، ومن تطلع تشوف عمها وهو كان يريد يدخل الغرفة كولن، لكن يتردد ويعوفه ويكمل طريقه لغرفته. وبعد ما راح لغرفته رجعت ماري لغرفتها ونامت. وبصباح يوم جديد كالعادة مارثا تساعدها وتحضر لها الفطور، وماري تسأل مارثا عن خالتها اللي ماتت، فبدت مارثا تحكي لها القصة بالكامل وتقول لها أنا كنت قريبة جدا على خالتك وأمك، وأني حضرت آخر عرض لهم للرقص لأنه كان الرقص من هوايتهم، ومن توفت خالتك أمك تأثرت عليها هواية، فهي تمرضت مرض قوي وماتت. وهنا بدت ماري تتذكر من كانت أمها مريضة، وتتذكر من هي كانت بحالة الاكتئاب، فهي حاولت تحضن أمها وتتقرب من عندها، لكن كان أبوها يمنحها لأن أمها مريضة. لكن هسه ماري أدركت الألم اللي كانت تعاني من عند أمها، فعصبت هواية. ومن هنا بدت ماري بالاعتماد على نفسها وبدت تغير ملابسها لوحدها، ومارثا من شافتها اتفاجأت وابتسمت لأنه ماري بدت بالنضوج. بعدها ماري تسأل مارثا عن اللي صفر خارج القصر، فتقول لها هذا أخويا واسمه ديغن. وبالفعل من تطلع ماري من القصر تصيح باسم ديغن، فهو يطلع لها، وماري تقول له عن الكلب وشون تأذى بالمصيدة اللي كان هو محضرها. فديغن طلب من عندها انه تدليه مكان الكلب على مود يعالجه، وبالفعل تاخذه للسور وتخليه يتسلق ويعبرون، ويشوفون الكلب وهو يعرج بقدم وحده، فديغن يلزمه ويخليه بالارض على مود يشوف جرحه. وماري كانت خايفة عليه هواية، ولانه ديغن يعرف بامور الغابة قدر يشخص حالة الكلب ويعرف بانه رجله صاير بيها التهاب لانه المصيدة كانت قديمة جدا، ويقول لها صعب انه يتعالج. لكن ماري كان عندها امل انه الكلب يتعالج، فحاولت تلف رجله بقطعة قماش لكن الكلب بقى يعرج. وديغن يقول لها انه حالته يحتاج لها سحر على مود يتعالج. وهنا بقت ماري تفكر بكلامه، ولما انتهى موعد تنزهها ترجع للقصر، وكالعادة بالليل قبل ما تقص على كولن القصص تقول له راح اسولف لك على سر، فتبدأ تشرح له عن الحديقة السحرية والكلب. ونعرف انه كولن مو مريض ولا معاق اساسا، لكن هو انصاب بحالة من الذعر بعد وفاة امه، وهذا الشيء سبب له اكتئاب حاد، وهو كان يظن نفسه انه ما يقدر يتحرك بعد. فهنا ماري قررت انه طلع من غرفته واخذته بالكرسي المتحرك على مود تشوف الغرفة السرية، وبالفعل دخلتها للغرفة اللي بيها غراض خالتها. وكولن اول ما يشوفهن يبدا يبكي على امه، وهي تشوف صور تجمع اهلهم سوا، وكانت وراهم الحديقة السحرية، وتقول له اكيد اكو اسرار بهاي الغابة، فبدت تشوف الصور القديمة اللي كان هو يتحرك بيها. لكن كولن يرفض يتقبل هاي الحقيقة وبدا يصيح على ماري، وماري تروح بسرعة وسد حلقة، وعلى اثرها يوقع من الكرسي، فبدا يصيح بوجع من ظهره. ولما ماري تشوف ظهره تعرف انه هو ما بي اي شيء، وبعدها تشيله وتقعد على الكرسي. ولانه مارثا تحب ماري تدخلها لغرفة كولن، وماري تطلب من عندها انه تاخذها خارج القصر، وبالفعل مارثا وافقت وقبلت، لكن كولن رفض رفض شديد وكان يريد يصيح، بس ماري قدرت تسد حلقه وحاولت انه تقنعه على مود يغير رايه، وبالاخير كولن يوافق. فماري اخذته خارج القصر، وهو كان يخاف من الورد والزهور، وهو كان بباله انه هو راح يختنق، لكن ماري واجهته بالحقيقه وقالت له لا تخاف انت ما راح يصير لك اي شيء، وانت حاول تترك هذا الوهم اللي انت عايش به. وهي كملت طريقها للباب السحري، واول ما دخلوا للحديقه كولن يشوف جمال الحديقه وينبهر بيها، وتدريجيا ينسى الوهم ويبدا يجني علمه باسماء الزهور. وماري تقرب له
الكلب وتخليه وكله. وبمرور الأيام رئيسة الخدم تشوف بخزانة ماري عقد من اللؤلؤ وهو يعود لزوجة كريفن، فتقرر تاخذ العقد لعمها، وعمها ينصدم لما يشوف الغرفة السرية صايرة فوضى. وأيضا رئيسة الخدم تقول له بأنه ماري طلع كولن من البيت وهي دا تسبب له بحالة من الاختناق وممكن تريد تقتله، فعمها يقرر أنه يعاقبها ويخليها تروح المدرسة داخلية. وماري لما تسمع تعصب هواية وتبدأ تكسر بغراض البيت، أو من ضمنها توقع تمثال الحصان، وفجأة توقع من عنده مجموعة من الأوراق والرسائل. ولما تبدأ تقرأ بيهم تعرف أنه هاي الرسائل ويوميات خالتها اللي توفت، وزوجها هو اللي ضمهن هنا على مود ما يتذكر زوجته. وتبقى ماري الليل كله تقرأ بيهم، ولما يصير صباح ثاني يوم تركض ماري للغابة السحرية على مود تهرب من القصر، وأيضا تأخذ الرسائل وياها. فلما يستقبلها ديجن تقول له أنا عرفت أسرار هواية، فيروحون اثنيناتهم يم شجرة كبيرة وبجانبها مرجوحة، وتبقى تتأملها ماري وتقول ديجن أنه خالتي كانت تحب هذا المكان هواية وهي تمنت أنه تموت بجانبها، وتقول له أنه طول فترة احتضارها أمي كانت يمها على مود تحاول تخفف عليها المرض، وهي بقت قاعدة يم الشجرة شوي، فيجي على بالها كولن وهي قررت أنه تعالجه قبل لا تروح للمدرسة الداخلية، فتأخذ وياها ديجن ويروحون للقصر ويجيبون كولن ويخلونه يسبح بمي الغابة السحري، وهم اعتقدوا أنه هذا الماء يعالج كولن مثل ما عالج الكلب، لكن بالبداية كولن يخاف لأن الماء كان بارد، بعدها يبقى يلعب بالماء ويكون سعيد، وهنا يرجعون يأخذون مكان الشجرة، وكولن يحزن على أمه أو يطلب من ديكون أنه ينطي ورد يخليهم على هذا المكان اللي كانت أمه تقعد به، ولما خلصوا يغادرون الغابة هم حزنانين، وكولن يبقى يبكي بحرقة على وفاة أمه، وأيضا الغابة تتأثر بكولن وتبدأ كل أوراقها تذبل، وراها يرجعون للقصر، وبالليل ماري تحلم بأمها وهي تعتذر لها عن كل شيء غلط سوته بحقها، وتبقى ماري قاعدة وتكمل قراءة الرسائل، فهنا تشوف أحد الرسائل من خالتها لأمها وهي تشرح لها وضع كولن وأنه أبوه خاف عليه من العالم الخارجي، ولهذا السبب هو مخليه بداخل الغرفة وما يسمح له يطلع. فتروح ماري لغرفة كولن على مود تقول له أنه أنت ما بيك شيء وكل اللي بيك مجرد وهم أبوك زرعه بداخلك على مود ما تطلع من خارج القصر، لكن تتفاجأ ماري بأنه كولن هو اللي فتح لها الباب، وأيضا تشوفه هو واقف على رجليه، لكن هو ما تحمل هواية ويوقع عليها لأن هو ما متعود على استعمال أطرافه. أو باليوم التالي تأخذه ويروحون للغابة السحرية ويكملون قراءة رسائل أمهاتهم، ويعرفون أنه أمهاتهم كانوا يحبوهم هواية. ولما يخلصون يرجعون للقصر، وماري تشوف ملابس المدرسة محضرة إلها ولازم خلال اليومين الجايات هي هناك، فتعصب من عمها وتروح تواجهها بكل شيء عرفته وتقول له أنت ليش معيش ابنك بهذا الكذب، ولو أمه عرفت اللي صار له ما راح تقبل ابنها يعيش بهاي المآساة اللي عايش بها حاليا، وتقول له زوجتك ما راح تستمع لابنها من ورا الباب مثل ما أنت تسوي، وهذا القصر هو عبارة عن سجن الكولن، وتقول له لازم كولن يعيش ويشوف حياته. وهنا عمها يتأثر بكلامها لذلك ما يرد عليها ويبقى يفكر، فيروح المكتبة ويشرب كحول هواية، وهنا هو كان يريد يشغل الشموع لكن فجأة توقع النار على الكتب أو بعدها تمشي النار الغراض الغرفة، فهنا الكلب الغابة يبدأ بالنباح وماري وكولن يسمعون نباحه وحسوا انه اكو شيء، وفجأة يشوفون اكو دخان هواية جاي من ناحية القصر فيروحون بسرعة، وماري تشوف انه الخدم كلهم خارج القصر الا عمها كيرفن، فهنا هي تقرر بانه تدخل وتنقذ عمها. فلما توصل تشوف عمها وهو سكران وكان يدور على ابنه وهو ما كان يريد يطلع الا ابنه وياه، فماري تطمنه وتقول له انه ابنه كان طلعته خارج القصر، ولما تريد تطلع عمها يوقع عليها ويقول لماري غادر القصر قبل ما تموتين لانه انا اريد اموت، فماري تبدا تحاول وياه وتقول له ابنك كولن محتاجك وانت لازم تكون بجانبه، ويبقى كيرفن بالارض لحد ما يشوف خيال زوجته وهي تساعده، وبعدها بالفعل يقدر يقوم، لكن فجاه ماري تختنق من الدخان وتوقع، بس تجي امها وتبوسها من جبينها وتطمنها وتقول لها انت راح تعيشين، بعدها تجي فرقه الانقاذ وتساعدهم كلهم والحسن حظهم ما حد يتاذى. وبمرور الايام ماري تاخذهم للغابه السحريه، وكيرفن يتفاجئ من كميه الجمال اللي بالغابه، وايضا يتفاجئ من يشوف ابنه قدر يتحرك، وعرف انه ماري هي اللي ساعدته من خلال هاي الغابه السحريه، فيقرر يربي ماري او يعتبرها مثل بنته، وبعدها يتعمر القصر ويعيشون بداخله، وعمها يوافق انه ماري تجيب الكلب ويعيشون وياهم، وبالاخير كلهم يعيشون بسعاده وسلام، ولهنا تكون نهايه الفيلم. كل الافلام والمسلسلات الحصريه تقدرون تتابعوها على قناتي باليوتيوب باسم مستر افلام، او ايضا على صفحتي بالفيسبوك باسم وزاره الافلام العراقيه، وتقدرون تتواصلون وياي وتطرحون علي اقتراحاتكم بالافلام والمسلسلات من خلال حسابي على الانستغرام كادر مستر افلام. يتمنى لكم صيام مقبول وافطار شهي.